يا الله. السلام عليكم طلاب الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم، تمنياتي لكم بالصحة والعافية والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. طلاب، محاضرتنا اليوم هي عادة لللايت ميتينج دايت. هاي المحاضرة لايت، بس خلناها عاد اللايت ايميتنج دايود، مختصر معنا انا اعيدكم جاي اعيدكم اياه وتركزون وياي هاي الامور اللي مطلوبه من عندكم، زين؟ فارجو ان تكونون يعني الى درجه حذقين مثل ما يقول. نجي، شنو هو اللايت ايميتنج دايود؟ اللايت ايميتنج دايود هو نفس الدايود اللي هاي اشكال اللي ماكو بيت يخلى من عندها، الالوان هذه اللي هي ابتدى بنفس يعني ازرق واحمر ورمادي فاتح واصفر واخضر الى اخره. السامبل مالته يكون يعني الدوائر الكهربائيه، من يرسمونها ما يرسمون هذا يرسمون هذا الشيء، يعني يطلع من عنده ضوء، يعني كنا ما شاع هذا يعني ضوء. طبعا هو دايود من سقط عليه جهد شيء يطلع لنا ضوء. اللايت ايميتنج دايود اف وي ابلاي ا فولتج اكروس ذا بين جاشين عن اكروس هاي النقطتين البين ريزلتنج ان دايود كارنت ويتش ان تيرن كان برودوس فوتونز. طبعا من اقول لك شنو اللايت ايميتنج دايود، تعرف هذا and light output of particular color، طبعا يطلع الألوان مالته بشكل خصيص، يعتمد على المادة اللي راح نستخدمها تولد لنا أو تظهر لنا هذا الضوء. طبعا basic of operation مالته واضح هنا، أنا when the device is forward biased، طبعا هنا يشتغل كله forward biased electrons. طبعا من يصير forward bias electrons الموجودات وين؟ بين the PN injection across electrons across the PN injection from N-type material and the recombine with hole in the B-type. طبعا electrons من ال N-type تروح وين؟ لل B-type، يعني هنا بغير holes تسوي recombination. هاي recombination يولد خسران طاقة اللي هي تطلع لنا دي سبت فري إلكترون آر إن كوندكشن باند. طبعا هي اللي تعرفون بيها الفري إلكترون بكوندكشن باند، والهولز اللي هي تكون بالفيرس باند أمر طبيعي. وحاجينا فري إلكترون آر إن ذا كوندكشن باند and at higher energy طبعا than the hole in the valence band. إلكترونات اللي فري إلكترون بالكوندكشن باند تمتلك طاقة عالية أعلى من الفجوات أو حامل الشحنات من الفجوات بالفالنس باند أو حزمة التكافؤ. When their combination take place، هذا من أقول لك basic operation of هذه، then الخطوات الثلاثة. When their combination take place the combination electron release energy in the form of photon. من يصير عندي combination يعني اتحاد بين اللي في الإلكترون والهولز، في إلكترون جاءت من كوندكشن باند والهولز اللي جاية من بالفالنس باند، هذا يطلق ضوء. The emitted light tend to be monochromatic، يعني عادة يكون الضوء اللي يطلع من عنده يكون عادة كأنما إحادي الموجة، ولذلك يكون ما أقدر واحد يبوع عليها. سوف تخلي لك شمعة وغلوب ببيوتكم من نوع الليد يكون حاد بحيث يأذي العين. The emitted light يعني الشعاع المبعث tend يعني ميل to be monochromatic إحادي الموجة. One color that depend on the band gap and other factors اللي هي يعتمد على الباند gap والأذر فاكتورز اللي هي المواد. The material used in the lead fabrication is called direct band. طبعا هنا أنا بالمناسبة بالليد ما يصير نستخدم غير direct band مثل أمثال اللي هي غاليوم أرسنايد. السيليكون والجرمان ما يشتغل بهذا الشيء، لأنه السيليكون بالمناسبة
الاندايركت باند اكو دايركت باند يعني يصير البالانس باند يعني بالدايركت باند يصير البالانس باند اكو كوندكشن باند مباشره فوق البالانس باند اذا تسويهن على الكون يعني الباند جاب زين بالسيليكون لا تصير على صفحه يعني مو مباشره مقابلها The material used in lead fabrication قلنا عليه direct band gap such as gallium arsenide The wavelength قلنا عليها شو تساوي ثابت بلانك في سرعة الضوء على فجوة الطاقة طبعا هذه EG فجوة الطاقة طبعا معروفة بالإلكترون بولت وهذا HC اللي هو ثابت بلانك في السرعة اللي هو تطلع نتيجتها واحد عدد صحيح 24% على EG تطلع لنا طول موجة بالمايكروم متر او بالمليمتر العفو بالنانومتر طبعا هنا الباند المجهد بالالكترون بولت قلنا عليه الاي جي ده عاده بيش بالالكترون بولت طبعا هالشكل يصير عنده طبعا هاي هنا عندنا دائره هاي البايست فولتج اللي هو دي سي وهنا طبعا دائما يكون بمحوله ما يشتغل مباشره على الليد ما يشتغل مباشره على الاي سي واكو هنا مقاومة هاي المقاومة الغرض نعيدها من سيريس حتى تحدد لنا تيار الأمور مو أي تيار يمر لازم بي مقاومة على التوالي وهذا هو الليد من يمر به هذا التيار يسوي قلنا عليه ركومبانية طاقة للفري إلكترونز بالكوندكشن باند تتحرك يسوي ركومبانيشن ويا الهولز بالفالنس باند وبالتالي تتحرك عندنا ضوء اللي قلنا عليه يميل الى اتين تو مونوكروماتيك وهذا تكون هنا دايركت باند جاب لازم يكون للليد واضح ذا فورورد بايست طبعا هذا فورورد تعرفون هنا هذا يرتبط هاي بالبي الموجب بالبي والسالب بالان هذا الكاثود وهذا الانود زين فانت من تشرح لازم تشرح هاي الامور طلاب بحيث الرسم دائرة ترسمها بشكل منتظم موش عفوية ترسم ليها زين the forward voltage across the lead typically طبعا بالمناسبة فاتنا أذكركم أنه هذا الليد يستخدم فولتية قليلة كلش اللي هي 1.2 إلى 3.2 فولت لاحظوا قيمتها كلش قليلة the reverse breakdown voltage of unlit is much less than for silicon rectifier diode طبعا هنا تلاحظون انه الفورورد بايزد مالته مال الليد يكون اقل من الريفرس بايزد مال من مال السيليكون اللي هو كريكتيفاير معدل هنا اللي هو من 3 الى 10 فولت يستخدم هنا يستخدم من 1.2 إلى 3.2 هنا من 3 الى 10 فولت الليد is emitted that if sufficient forward current IF pass through lead طبعا من يكون تيار كافي طبعا تلاحظون انه بس اذكركم انه على المولدة تلاحظون الليد حتى عمره يخسر ويكون الضوء مالته بنبضي ليش التيار مالته ما كافي ما يكفي لانه يراد تيار كافي حتى يولد لنا هذه An increase بال IF corresponds to proportion to the increase of height. طبعا كل ما يزيد التيار المغذي للدايود أو الليد العفو يتولد إنه ضوء أكثر إضاءة أو أكثر شدة خلينا نسميه. هنا example it is common to in digital circuit 5 volt to choose 330 ohm resistance as limit resistance IF 10 ملي امبير عن بي اف 1.1 يعني هذا منطيها هالشكل لازم تكون عندنا هاي القيم تلاحظون ان انا شوفون انه الفولتية 1.1 والتيار 10 ملي امبير يعني تيار ضعيف فولتية ايضا ضعيفة لو تضربون هاي بهاي تطلع تكون 1.8 او 18 ملي واط القدرة 18 1.1 في 10 يطلع 18 بما انه ملي امبير فيطلع عندنا ملي واط 18 ملي واط يعني قيمة ضئيلة إلى درجة طبعا هذا يشتغل بها الدايود ومثل ما قلت لكم انه يطلع بها الالوان هذه اللي هذين الالوان تعتمد على من على الباند جاب اللي هي متأثرة بيش بنوع المادة او
أو المركب اللي نستخدمه. هل LED is emit light over a specified range wavelength. The color of the output light depends on the material. قلنا عليه يعتمد هذا اللون على المواد المستخدمة عادة. كل مادة طلع لنا لون شكل. زين. Used in fabrication of LED. يتصنع بالتصنيع. The output light may be visible. يعني يكون عندنا الأوتبوت مالته اللي أما يكون مرئي أو أحمر أو بلو أو يكون وين منطقة الإنفراريد اللي هو الغير مرئي invisible إنفراريد ليد. طبعا هذا الاستخدامات قضايا عسكرية وش اسمه اتصالات. الليد ار دايركشنال لايت سورس. طبعا بالمناسبة يكون الضوء مالته اتجاهي مو بشكل الضوء اللي يجي من الغلوب العادي أو الشمعة يكون مشتت ذاك بكل اتجاهات. هنا فيكون عندنا هنا الليد ار طبعا هاي سبيسيفيكيشن مالته يعني مواصفات مالته الليد ار دايركشنال لايت سورس unlike filament or fluorescent. يعني هنا ما يشبه الغلوب أو الشمعة. زين ليش؟ لأنه directional. Directional pattern can be an advantage of certain applications such as traffic light. طبعا واحدة من محاسن أو بالهذي directional اتجاهي أنه يستخدم ك as traffic light light. زين. A wide variety of patterns are available for manufacturer. The two common patterns. هذه مطيها لاحظوا ان انا الليد ار دايركشن قلنا عليه او دايركشن باتر كان بي ان ادفانتج اوف سيرتن بيكن سوت. هذا قلنا عليه. نجي هنا هاي النماذج مالته ماكو بيت يخلى من عتها او حتى السيارات. وحده من عتها هاي قلنا عليها بالترافيك لايت تستخدم اللي هو هاي السيجمنت. زين اللي انتم اخذتوها باللوجيك انه رقم 8 ومن عند تطلع كل الارقام اللي هي اللي يشوفونها بالاضاءة بالترافيك لايت من 1 الى اي رقم تريدونه. The common application of infrared LED. طبعا انا اقول لك شنو الكومون ابلكيشن اوف انفراريد LED is remote control for TV and DVD. طبعا يستخدم كريموت كنترول للتلفزيونات والدي في دي. هذه وايضا الاي ار ليد سيند اوت بيم انفيزبل لايت. ذات طبعا هو شنو هو الريموت كنترول انت ما تشوف اللايت مالته ما يظهر فهو يدز لين اي ار فيدز للريسيفر مال التلفزيون فيستقبله وريش بيته. طبعا اي يعني دقمة تدوسها هو هناك يفهمها ويستجيب لها. For each button, طبعا بطن هنا دقمة. On the remote control unit, there is a unique code. طبعا اكو بناتهم code موحد. When a specific button is pressed, a coded electrical signal is generated that goes to the LED, which converts the electrical signal to a coded infrared light signal. طبعا كل ما اي دقمة تدوسها بالريموت كنترول كان المكيف او التلفزيون او الدي في دي هو يستجيب لك تصعد الصوت نزل صوت غير قناة الى اخره. اذا تي في ريسيفر ركنايز طبعا يدرك الاشارة مالته. طبعا ما يرحم اي ريموت كنترول الا يكون سكنوكرايز يعني شنو اكو توام بيناتهم. زين take a place of protection such as changing the channel or increasing the volume. طبعا هي واحدة من الابليكيشن مالته اضافة للترافيك لايت. وهنا ايضا الابليكيشن الثاني مثلا يقول لك عدد لي الابليكيشن مالته ترافيك لايت وذيك مال ريموت كنترول دي في دي والتلفزيون. وايضا هنا يستخدم قضايا الاندستريال ابليكيشن يعني صناعية اللي هو يستخدمه ككاونتر المن يعد يعني حب بالصناديق يعد لنا اياها. وهاي هي الدائرة مالته. واضح طلاب؟ يعني هو يدرك انه مثلا تعطي انه يحط 30 علبة 30 ويوقف اكثر من هذا ما يمشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارجو انه فهمتوا هذا الموضوع. نجي على الموضوع اللي بعد اللي قلنا عليه لازم ناخذه ايضا هو مو ناخذه وانما هو تكمل لهذا اللي هو organic LED.
organic lit. Organic يعني مادة عضوية لا أكثر، هو وياه مشترك وياه ذاك الليد العادي وهذا الأورغانيك. الأورغانيك ليد هسه راح يطلع لكم، هذا هو أورغانيك لايت إميتينج دايود، المختصر مالته هذا OLED. طبعا يمكن تشوفونه الآن حتى التلفزيونات كماركة عالمية موجودة بالأسواق أنه تلقون بيها على صفحته أنه OLED TV. الأوليد يعني الأورغانيك يعني هو مادة عضوية تعرفون بيها، و هسه راح نجي عليهم بالتفصيل. OLED organic light emitting diode is a type of LED light emitting diode where emissive. طبعا هنا بالمناسبة بهذا محاسن أكثر من الليد العادي، إنه ينطينا نفس المواصفات ذيك وبنفس الوقت بالقابلية إنه ممكن إنه تثني. شوف تلاحظون إنه هو قادر أن يثني هال الفسمة العينة أو نعم. تكون مكوناتها يكون عندنا من طبقات اللي هي عندنا هاي هي الأرضية سبستريت يسمونها، وعندنا هذا هو الأنود، وهذا الكوندكتيف لاير اللي هو الكوندا اللي هي أورغانيك موليكول. طبعا أورغانيك تربون بها قضايا عضوية بها كربون، وهنا أميسيف لاير. أميسيف لاير اللي هي تكون الماسة للضوء، وهاي عند الكاثود. طبعا هنا عند هذا هو الأنود وهذا الكاثود، فصار عندي بي انجكشن. اوكي، فمنطقي انا هو هذا اللي مثلا يقول لك شنو الاورجانيك، تسوي لي فد مخطط بسيط انه هاي الارضيه سبستريت، بعدين الانود، بعدين الكوندكتيف اللي هو الاورجانيك نفسه، وبعدين الميسيف اللي هي تكون عندي هاي يسمونها انتريفيشن لاير مستخدمون بهنديوم اوكسايد، وعندنا هنا الكاثود اللي هو طبعا الكاثود والانود اثنينهم يكون من مواد معدنية عادة فضة أو ألمنيوم والآخري، ومنطينا الأبعاد مالتها والعفو الأسماك مالت الكاثود يكون 2000 أنكستروم. الأنكستروم يصير 10^10 من المتر، زين يعني 200 نانومتر. هاي قلنا الإمسيف لاير 800، والفوتون راديشن مالنا إن شاء الله بيه الكوندكتيف لاير يكون 1200. الأنود شوف تلاحظون هنا الكاثود والأنود، الأكو الأنود الكاثود يكون أسمك من الأنود. ليش؟ لأنه ذاك يتحمل حرارة أكثر ليمر بتيار. There are two general type of OLED، يعني نوعين عندنا، those based on small molecule و those made using polymer. زين، و there is also a newer type of LED under the development called طبعا نوع اللي هو phosphorescence، وعندنا النوع الآخر اللي هو which has efficient approach. طبعا هذا النوع الثاني اللي هو متكون من مادة فسفورية، يكون طبعا كتبه مختصر مالته phosphorescence organic lid. طبعا مختصر pH phosphorescence والO organic وهذا الليد، which has طبعا كفاءته توصل إلى 100%. طبعا هاي حالة مثالية حنسميها والناس يدور عليه. طبعا الطرق مع تصنيعه هما بطريقة الباكيوم ثيرمال افابوريشن with small molecule OLED، وعندنا الأورغانيك فيبر. طبعا لما نسألك the method of manufacturing of OLED تذكر النقاط الثلاثة، أما باكيوم ثيرمال افابوريشن used with the small molecule or organic vapor بيبر ديبوزيشن، هذا مختصر مالته يوز وذ بوليمر، ذاك سمول موليكول هذا وذ بوليمر، وعندنا الاخرى الثالثة اللي هي انجكت. طبعا هنا يكون عندنا الاحبار يوز وذ بلاستيك ليد، او العفو بوليمر. ذوز بيست اون سمول موليكول، طبعا قلنا على الباكيوم thermal evaporation typically used with a smaller structure and can be used. طبعا هذا يستخدم للمكان يعني العينات الصغيرة، بس يكون أكثر دقة. هذا or can be used to make well controlled. Well controlled homogeneous film and construction of very complex multi-layer structure. واضح؟ طبعا هاي الطريقة الأولى.
those made using polymer are used for larger area. هذا for small area بس بمواصفات مواصفات يكون هذا هسه قلنا عليها well controlled homogeneous طبعا well controlled يعني مسيطر عليه homogeneous يعني متجانس الغشاء الفيلم and construction very complex for multi-layer structure ممكن يسوي واحد عدة طبقات هذا using polymer الطريقة الثانية اللي هي استخدم بها chemical نسيان are used for large area film يعني هذه الطريقة الأولى اللي قلنا عليها هاي organic paper phase deposition يستخدم بها هذه للمناطق المساحات العريضة كلش they are efficient and require a small amount of power طبعا كفية لها كفاءة عالية ممتازة وبنفس الوقت ما تستخدم تيارات عالية يعني قدرة عالية عفو متلوز من هذه انتم ما مسؤول عنها هذه الشباب ما تحتاجونها بس مجرد اطلاع لكم زيادة معرفة ذني لا مهمات الادفانتج من اقول لك شنو الادفانتج اوف اورجانيك ليد تذكر لي ذني النقاط اللي هن يكون لايتر خفيف فليكسبل له قابلية للطي ثينر يعني نحيف البراكتنس مالته عالي كل زين البور كونسبشن مالته ضعيفه والافشنسي مالته ممتازه العفو اقول بور كونسبشن قليله والافشنسي مالته عاليه ايزر تو برودوس لارج سايز ممكن واحد يصنعها مساحات كل احجام ضخمه او ممكن واحد يشوف الصوره هسه تركوا قام تلبسها معكم العادي اذا صير بجانب ما يشوف الصوره في حين هذا الا قابليه واحد يقدر يشوف بزاوية 170 theoretically cheaper طبعا هذا نظري انه يكون ارخص to make in the future faster response time طبعا تشغيل مالته ما يتطلب وقت disadvantage هذا طبعا يكون هذا ويا القضايا السوائل ما هذه يكون ما يعني يلوحه يتلدى lifetime of blue organic film والcost طبعا الكوست اوف مانيفاكتشرنج يوصل وهاي الاشكال مالته الكوميرشال يوزز انه ما يكون بورتج والديجيتال ميديا بلاير يعني ممكن واحد مباشره ينقل عبر هذه موبايل فون يستخدم بالموبايل فون والكار راديو والديجيتال كاميرا والهاي ديفينيشن تي في طبعا هسه شايفين هاي التلفزيونات اللي خلوها بساحات الاستعراض وغيرها كلها من هالنوع هذا واضح ديجيتال الكاميرا والموبايل والكار راديو كلها بدت من هالنوع هذا الموجز كله اوليد يوز فور رياكشن يوز ذا رياكشن اوف الكترونز اند هولز تو برودوس لايت طبعا هو بشكل عام انه الليد هو اصلا اتحاد الالكترونات والهول اللي ولد لنا الضوء بط انلايك ذا نورمال ما يشبه الليد الاعتيادي ذيس use organic material احنا نستخدم organic هناك لا semiconductor organic material layer and stay in the process all it have manufacturing challenge دعوان بي هواية صناعات جاي يصير بيها تحدي before they can become available for consumer وطبعا تعرفون بها هذه حاليا جون شرق آسيا مشترى بين الأمور هذا الصين والكوريا واليابان the advantage will be smaller brighter the advantages المحاسب مالته will be smaller brighter display for modern device which are very efficient طبعا يكون اول شيء حجمه صغير brighter يعني يكون مشع display for modern device which are very efficient ايضا كفاءته كلش عاليه وهاي المصادر ما تحتاجون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى لكم كل التوفيق واللي قلت لازم تركزون عليه وإن شاء الله نسمع أخبار